يسعد لي صباحكم أعزائي مشاهدين زاكروس أينما كنتم، ويسعد لي صباحكم زملائي داخل الاستوديو خارج الاستوديو. طبعا فقرتنا اليوم هي شنو المسلسل اللي تابعتها برمضان وشو تحب تفطر ويا أصدقائك لو بالبيت. تعال نشوف آراء الناس، ابقوا ويانا. مرحبا. مرحبا، شلونك؟ رمضان كريم علينا وعليكم، آمين يا ربي. فقرتنا اليوم هي شنو الشي تابعته برمضان وشو تحب تفطر ويا أهلك لو ويا أصدقائك. والله برمضان اكيد يعني بالنسبه للفطور اكيد لما العائله كلش حلوه لازم نلتم بالبيت، لان يعني هو له خصوصيه شهر رمضان لما العائله يعني كلش فتشي حلو، يعني يحلب لما الاهل يعني هاي اللمه، ويعني وجبه الفطور دائما من تسويها الام تسويها بحب بس طيبه بعد اطيب من الاكل اللي يصير برا. بالنسبه للبرامج يعني حاليا متابع كمامات وطن على قناة الشرقية، ومتابع على قناتكم زاغورز، ومتابع طلقة توني، برنامج كلش حلو. عجبك؟ يضحك يعني، وفكرة حلوة يعني أول يعني يمكن فكرته جديدة بالعراق بالنسبة للبرامج العراقية، أول مرة يسويها، وإن شاء الله السنة الجاية نشوف بعد برامج. الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. والله أحب ويا أصدقائي أكثر شيء. شنو؟ عظيم، لأن ما متواجد بالبيت 24 ساعة على دوام. يعني هي رمضان ولمة الأهل لمة الأهل حلوة وما تتعوض، وخص المحبس والحلويات والقعدة الحلوة، بس شغل والله عندي وما جاي ألحق ويا جماعة. يعني أنا مود الشغل ما تلحق. زين شنو اللي تابعته برمضان؟ هواي برامج تابعتهم كلش حلوة، خصوصا حبيت قناة زاغروس. أيوة. شنو؟ والله كلش حلوة. شنو تابعت؟ دائما اتابع اخبار، دائما اتابع البرامج الحلوه ولقائكم الحلو وقناتكم الجميله. مرحبا. هلا وهلا. رمضان كريم. الله كريم. امين يا ربي. طبعا احنا اليوم فقرتنا شنو الشيء اللي تابعته برمضان، برامج رمضان او مسلسلات برمضان، شنو اللي تابعتها خلال رمضان وش تحب تفطر مع العائله او يعني بالبيت لو خارج البيت؟ والله ما ادري، يعني كل واحد هو نفسه بايده، بس هسا اشوفه بالاسواق بس بالمولات اكو مطاعم واكل، بس بالسوق قليله. زياره جاي لبغداد؟ لا زياره، عندي شغل وعندي محكمه ان شاء الله. ان شاء الله تخلص. ايه، وجاي افطر على مول بغداديه، اريد ازوره اشوفه. منورها، منور بغداد. منورة، بعض الغراضات اشتري للبيت. بالعافية بالعافية. يلا. أكيد يعني الإفطار لازم ويا الأهل أحلى. أكيد لما وحلوة. حلوة وأكيد. وبالنسبة للبرامج يعني طلقة توني، طيبة، الأنبيسي العراق، موسى. متابعهم. أي كلهن هذا اللي متابعهن، موسى. وأكثر شيء هي طلقة توني ومع الطيبة يعني أكثر شيء يعني. أنا متابعة كلش يعني. زين دائما يعني متخلص شغل تروح قبل البيت تفطر ويا أهلك لو ويا أصدقائك؟ لا الأكثرية يعني ويا الأهل، أرجع للبيت ويا الأهل. والله بصورة عامة أكيد العلوية بالدرجة الأولى، الأكل ويا الأهل له نكهة ثانية ما حلوة، وكل رجال اليوم لازم يساعد أهله شوي بالطبخ. يعني كون أنا أعرف أطبخ، يعني طباخ ماهر. طباخ حلو، طباخ ماهر والله، بس ما اسوي اكل الالويه طيب من عندي، يعني اكل الالويه بلا منافس يعني، الله يحفظ مات العراقيين كلهم يا رب. بس انا لا اسوي شغلات ثانويه، يعني اشوف انه يوم الرجال المفروض همي يساعد البيت، يعني زلاطه كذا هالامور هاي البسيطه. طبعا يعني تشارك. اي بالضبط بالضبط، بس كاصدقاء لا والله يعني التعليلات ورا الفطور ممكن. يعني قصدي انه اذا انت عندك شغل وهاي تجوز تفطر هنا، يجوز ما تفطر. سنة شغل وين اكو شغل هو؟ شو واقف؟ فطور حضر، اوكي، فممكن يعني لا يعني مثلا نتعلل بالليل نقعد همينا بالبيوت، لان تعرفين لا كوفيات اكو، لا النوادي كلها معزله، فبالتالي واحد وين يروح؟ ماكو غير انه يقعد ويا اصدقائه يعني يلعب دور. عقيل. بالضبط بالضبط. وصلنا لختام فقرتنا لهذا اليوم، انتظرونا فقرات جديده، الى اللقاء.